تكون البداية ببرنامج حديث اليوم. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، وفي برنامج حديث اليوم نتناول بيان الامم المتحده الخاص فريق التحقيق حول تستر بعثه اليوناميت في دارفور للانتهاكات اللي قامت بها الحكومه السودانيه. ومعروف انه اللجنه تم تكوينها بعد ان وجهت المتحدث السابق باسم بعثه اليوناميت الدكتور عاش البصري للبعثه بانها تسترت على انتهاكات قامت بها القوات الحكوميه و ميليشياتها. الأمم المتحدة كونت فريق على إجراء تحقيق حول تلك المزاعم، واللي اعتبرته الدكتور البصري إن هذا تواطؤ هو جزء من مأساة أهل دارفور الذين لا يزالون يعيشون تحت القتل والانتهاكات. عرف على المزيد من ما قامت بها اللجنة. نلتقي بالمتحدث السابق باسم بعثة اليوناميت الدكتور عش البصري ليوضح لنا رأيه فيما يتعلق ب التحقيق اللي طلعت البعثة الأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بك دكتورة عش البصري في راديو دبنجا. طيب دكتورة دكتورة نعم، فيما يتعلق باتهامات اللي وجهتها للبعثة، الأمم المتحدة أصدرت بيان مؤخرا، فأنت قمت طلعتي بيان المبارح وضحتي فيه ما قامت به القوات الحكومية والتستر المتعلق بها، فممكن تدينا قراءتك للبيان؟ في البداية أريد أن أوضح بأن يعني رد فعلي هو رد وترحيب بنتائج هذه المراجعة، رغم أنها لم تكن منذ البداية يعني هي مهمة تحقيق مستقلة وشاملة وعلنية. هذه المراجعة، الفريق المراجعة هو فريق أممي لم يمنح الوقت الكافي، ولذلك فلم يكن يعني لم أكن أتوقع منه أن يودي بالستار على كل الحقيقة، لكن مع ذلك فإنه كشف العديد من الحقائق التي لا تترك مجالا للشك في كون بعثة اليوناميت تسترت وفي أكثر من موقف عن حقائق، وأيضا أخفت وثائق وكذبت حول العديد من الأشياء ولم تكن يعني ملتزمة بالصدق حول ما يجري في دارفور. هذه هي أهم نقطة، أنه الموجز التنفيذي للتقرير هو في الحقيقة يقر بأن البعثة تسترت، لكنه في نفس الوقت وهذه هي أهم يعني أهم ما جاء في هذا التقرير، فهو يبرئ إدارة حفظ السلام ومقرها نيويورك من مسؤوليتها في هذا التستر، فهو يرجع كل الكذب والتستر وحجب الحقيقة الذي تحدث عنه بإذهاب يرجعه إلى اليوناميت ويقول والله العظيم لو إحنا في نيويورك توصلنا بالحقائق ولو أن البعثة لم تكذب علينا ولم تخفي بعض الوثائق عن مثلا فضيحة طويلة هجوم على المدنيين في 4 قرى في الطويلة، عن التهديدات اللفظية التي هدد يعني قام بها القوات الدفاع الشعبي في يعني بعد مجزرة سجيلي بقتل أي دغاوى فرد موجود مع دورية اليوناميت، قالوا بأنهم لم يقولوا لهم بما يخص مثلا هشابة، لم يمنحوهم الوثائق التي تثبت ضلوع القوات الحكومية حرس الحدود بشكل خاص في مجزرة هشابة والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص حسب التقديرات المتواضعة للبعثة. وكذلك قال بأن البعثة تلينا لم تخبر مقر إدارة حفظ السلام في نيويورك بأن الهجوم على المهاجرين كان من طرف قوات تابعة للحكومة، وبأنه في محل آخر كانت القوات الحكومية قد هددت بقصف جوي لموكب كان يضم خبير أسلحة كان في طريق عودته من تحقق من القصف الجوي العشوائي في المنطقة. يعني باختصار إدارة حفظ السلام في نيويورك قالت والله لو
لم تخفي البعثة اليونانية كل هذه الحقيقة الحقائق عنا، وأخفت بعض الوثائق ولم تكشف لنا عن حقيقة ما يجري في دارفور، لا أخبرنا مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمن عن الحقيقة. لكن هذا هو بالنسبة لي هذه المشكلة، لأنهم تحدثوا فقط عن 5 حوادث من أصل أكثر من 20، مش فقط 16 لكن أكثر من 20 حادثة هجوم التي يتورط في معظمها تتورط الحكومة السودانية والميليشيات التابعة لها. لأنه في هذه الحالات العديدة فإن إدارة حفظ السلام كانت تصلها المعلومات وتصلها التقارير وهي على علم تام بهذه الجرائم، بما فيها القصف العشوائي ضد المدنيين، بما فيها هجومات متتالية على المدنيين، وبما فيها يعني جرائم بشعة. فالهدف من كل هذه المراجعة يا سيدي هو التستر على تواطؤ إدارة حفظ السلام في نيويورك مع البعثة في إخفاء الحقائق وجرائم يندى لها الجبين. هذا هو كل الموضوع. دكتورة، ذكرت أنه الفترة المنحة للجنة التحقيق غير كافية، وبالتالي التقرير أتى بهذا الشكل يعني. فتعليقك شنو أنه الفترة كانت غير كافية، وهل هو يمكن برضو عائق بالنسبة لعدم كشف الحقائق؟ هو المشكلة مش فقط الوقت، تشكيلة اللجنة المراجعة هذه هي ليست التشكيلة التي طالبت بها المحكمة الجنائية الدولية. في شهر يوليو الماضي أو في شهر يونيو الماضي طلبت السيدة فاطمة بن سودة المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، طالبت من الأمين العام السيد بن كيمون، طلبته بتشكيل لجنة مستقلة تقوم بدراسة شاملة، تحقيق شامل وعلني، يعني على الجميع أن يعرف ما جرى وكل حيثيات التحقيق. لكن الأمين العام لأنه يتعرض لضغط كبير جدا من إدارة حفظ السلام فإنه لم يقم بتأسيس أو بتشكيل هذه اللجنة، بل قام بتشكيل لجنة داخلية يعني أممية، ولا نعرف من هم أصلا، لم يعلنوا عن أسمائهم، نحن لا نعرف هذه اللجنة شكون يعني شغال فيها، لا نعرف خلفياتهم، لا نعرف يعني هل هم كفء لهذه هذا التحقيق أم لا، لا نعرف أي شيء عنهم. وفي نفس الوقت هذه اللجنة هي مطالبة يعني التحقيق في آلاف الصفحات، مش فقط يعني مئات، آلاف صفحات في عشرات تحقيق مع عشرات الأشخاص. وطبعا هذا يعني غير ممكن في ظرف شهرين أو أقل من شهرين حتى. فلذلك من الواضح أن نتيجة هذا شبه التحقيق لم أكن أتوقع منها البوح بكل الحقيقة، لأنه كنت أعرف مسبقا ولقد قلت هذا لمكتب الأمين العام، قلت لهم يا جماعة أنا جد متخوف من كون اللوم، كل اللوم سيلقى على بعثة اليوناميد ليتم تبرئة إدارة حفظ السلام في نيويورك، وهذا فعلا ما وقع. طيب دكتور، ذكرت أنه المحكمة الجنائية، فأنت إذا طالبت أنه المحكمة الجنائية في الدور المطالبة اللي أنت بتطالبه للمحكمة الجنائية للقيام بتحقيق مستقل وعلني. بالفعل يعني هو الإيجابي في هذه المراجعة، وأنا لا أنظر إليها بصراحة على أنها شيء سلبي، بالعكس هي هذه المراجعة أثبتت على الأقل أعطتنا رصيص من الحقيقة، لم تعطي كل الحقيقة بل وضحت لنا بأنه فعلا كان هناك تلاعب وكان هناك حجب للحقيقة عن مقر الإدارة في نيويورك. أثبتت بأن مجلس الأمن لم يكن على علم بما يجري في دارفور، ولذلك فأنا أعتبرها خطوة أولى نحو تحقيق حقيقي يضمن تقلالية اللجنة ويضمن أيضا الوقوف على كل حيثياتها، ولحتى يعرف الجميع من هم هؤلاء الأشخاص الذين تلاعبوا ولصالح من تلاعبوا. فلذلك أنا أطالب المحكمة الجنائية الدولية بتكرير أو يعني الوقوف والإصرار على طلبها، وهو وقوف على أو تشكيل لجنة مستقلة تقوم بتحقيق شامل وعلني عن كل هذه التلاعبات. طيب دكتورة، فيما يتعلق بالمجتمع الدولي، الدور المطلوب منه في نفي المرحلة دي، لأنه لا تزال انتهاكات مستمرة في دارفور وبعثة اليونانية غير قادرة حتى على حماية المدنيين أو حماية نفسها.
والله المجتمع الدولي المطلوب منه أن يضغط على الحكومة السودانية حتى تتوقف عن جرائمها. فهذه الجرائم التي وثقتها أصلا هذه المراجعة في على الأقل 5 حوادث وهي جد واضحة يجب أن تتوقف. والمجتمع الدولي وعني به مجلس الأمن الدولي لو أراد بالفعل فعل ذلك لقام يعني بالضغط على الحكومة السودانية. أتمنى أن ما وصلهم الآن من أخبار سيئة عن الوضع في دارفور يقنع البعض الذي له وزن في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بالضغط على الحكومة السودانية يعني تتوقف في اعتداءاتها على المدنيين. كذلك لتطالب الجميع بالجلوس عفوا حول طاولة المفاوضات لكن بنية سليمة وحقيقية لتوصل لسلام شامل طبعا يشمل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وكل السودان. طيب دكتورة، سؤال أخير، الرسالة اللي بتوجهها أو بتطمني بها أهل دارفور اللي بترتكب ضدهم الجرائم والانتهاكات؟ والله هذا طبعا الجانب الجد مجحف والمحبط بالنسبة لي هو أنه كما يعلم جميع أهل دارفور بشكل خاص عانوا الكثير وأطلب منهم أن يصبروا لكن لا يتخلوا عن حقوقهم. طبعا الصبر يعني لا يمكن الاستسلام لخيبة الأمل أو الاستسلام لهذا الوضع. أرجو أن يبقوا عندهم الأمل وأن يصمدوا في وجه طبعا هذا الظلم ويخلوا أمئقتهم في أنفسهم وفي العالم، لأنه بصراحة تلقيت بعدد كبير من الرسائل وردات الفعل. هناك العديد من الناس والجهات في العالم التي لم تنساهم ولن تنساهم وأنا من ضمنهم. شكرا لك دكتورة، وكنت معنا في راديو دبنجا. شكرا على وجهك. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا، وشكرا للدكتورة عاشة البصري المتحدث السابق باسم بعثة اليوناميت واللي قالت لنا رأيها في البيان اللي طلعته الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في دارفور. لأن نلتقي في حلقة أخرى. راديو دبنجا. راديو دبنجا إكيد. على سر راديو دبنجا سجل بام. راديو دبنجا ديك جنيو. راديو دبنجا مكينانك. راديو دبنجا رتامبي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.